يا هلا يا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من حلقات السفر عبر الطعام، واليوم بنطير لوجهة جديدة. محمود وين بنروح اليوم؟ بنروح هنفر الكرة الأرضية ونشوف وين بنروح. بنروح الهند. محمود، بما أن الكرة اختارت أن احنا اليوم نسافر للهند ونختار طبق معين، فشنو الشيء اللي بتسوي؟ احنا نعرف أن الهند ما شاء الله عندهم أكلات حلوة، شنو الشيء اللي راح نسوي اليوم؟ شوفي، الشيء اللي بسويه اليوم يا إيمان هو شيء الكل يطلبه. في أي مطعم هندي تروحين لازم هاي أول طبق يطلبونه، ولا مو بالبرياني. عيل أنا توقعت البرياني. لا، ما بنسوي برياني. شنو بنسوي؟ بنسوي البتر تشيكن. الله، يعني شيء عجيب. والبهارات الهندية أنا عارف إنهم يتميزون بأحسن البهارات في العالم، صح ولا لا؟ صح. عيل نبتدي الطبق؟ إيه، خلينا نشوف المقادير مع بعض. يلا. فاليوم بنسوي البتر تشيكن، طبق الكل يطلبه مثل ما أنا ذكرته حق إيمان. خلينا نشوف المقادير مع بعض. بنقدم مع الباتر تشيكن عيش، وبستخدم في هالحلقة عيش محسن 21، عيش بسمتي هندي درجة أولى، ممتاز، حبته طويلة وينطبخ بكل سهولة. عندي كازو نقعته في ماي، زيت كانولا، بصل مفروم، عندي دياي صدور مقطعة إلى مكعبات، تبلتهم بهارات هندية وطبختهم لمدة ربع ساعة تقريبا. عندي طماط مبشور هيل 4 حبات تقريبا، غرام مسالة، فلفل أحمر، كركم، ثوم وزنجبيل، كزبرة مطحونة، كمون، معجون طماط، ملح. عادة الباتر تشيكن يحطون فيه زبدة ويحطون فيه كريمة، ووايد هبات الحين طلعت وايد ناس ما تحب تاكل أشياء يكون فيها مشتقات الحليب، فالبديل يكون الكازو. فبستبدل الكريمة بالكازو. بوريكم الطريقة، وايد سهلة. مثل ما قلت لكم، عندي كازو ماي، بنحطه في الخلاط ونشرخه. انزين، نفرمه، نشرخه، سموه اللي بتسمونه، ليه ما الخلطه تصير بيضه مثل الكريمه. واذا ما عندكم كازو مشكلتكم. شوفوا الخلطه شلون، كأنها كريمه غليظه ولذيذه وصحيه حق اللي ما يبي يستخدم كريمة مصنوعة من مشتقات الحليب. نحط ملعقة زيت، نضيف البصل ونحمره. نضيف الثوم والزنجبيل. شوفوا، حطيت أنا ماي مع البهارات وخلطتهم. سووا هالحركة عشان بعدين لين تضيفون بهاراتكم ما تحترق وتعيدين تسوين الطبق من أول. نحط معجون طماط، نضيف الطماط، ونخلط كل شيء زين ما زين. وايد مهم انك تكونين واقفة، مو تروحين تشوفين مسلسل رمضاني وتنسين الجدر ويحترق. لازم تكونين واقفة وتخلطين. اوكي، فالحين شوفوا هاي شكل الخلطة بتكون. اوكي، عندي نفس الخلاطة ما غسلتها، شوفوا انا عندي شغالة في البيت وما بيها تشرد، فعشان ما نشرد الشغالات او الخدم اللي عندنا نرد نستخدم الادوات اللي استخدمناها. انا ايش بسوي؟ باخذ هالخليط بضيفه في الخلاط وبخلط. فخلنا نسوي هالشيء ونرد لكم. انا الصراحه ما ادري ليش كل شيء قاعد اسويها في هالموسم في هالحلقه كل شيء. وين ايمان؟ وين هي؟ العم نيلة مسكينه قصصت، مشت، لفت. الحين بنادي ايمان، ايمان قومي قومي تعالي خلطي لي ذي.
أنا بروح أقعد تزفني بعد. لا بيش شوي تشتغلين شوفي في النهاية بيش أنتي تجيدين البتر تشيكن. فتحتي مشروع جلابيات وثياب بيش تفتحين مشروع. ما وصل مواصلك يا محمود صعب. يلا فوت لازم نسوين. يلا عقب ما إيمان ساعدتني وسوت هالشيء الوحيد في هالحلقة بنواصل في تجهيز البتر تشيكن. فشوفوا شلون المقام أو القوام. فبنضيف خلطة البتر تشيكن في نفس الجدر وبنضيف الحين خلطة الكازو. تقدرون تحطون نص الكمية أو كل الكمية. أنا بحط كل الكمية ما نبي نخسر ولا شيء. الريحة واللون والشكل. أنا شكلي عقب ذي بفتح لي فود تراك وبسوي بس بتر تشيكن. حياكم عندي. ونضيف الدياي فوق الكاري ونخلط ونحط الخليط على النار لمدة ربع ساعة نخلي كل شيء يطبخ. إذا ما بغيتوا تسوون الدياي تقدرون تشترون دياي الجاهز اللي يكون في الفريزر أو دياي تندوري من أي محل وتحطونه. سهلون على روحكم العملية. في وايد منتجات تنباع الحين تندوري تشيكن تشيكن تكة يجيكم مطبوخ ومثلج. أخذوا طبخوا حطوا ويكون وتكون الطبخة وايد سهلة وسريعة. عندي البتر تشيكن على النار وأنا بقدم البتر تشيكن مع عيش شنهو أو عيش منهو عيش محسن. العيش وايد حلو مثل ما قلت لكم عيش بسمتي هندي أصلي نمبر 1 نمرة إيك. المهم شلون نسوي العيش؟ خلينا نشوف الطريقة مع بعض. خذيت العيش غسلته 3 مرات عقب نقعته في ماي وملح وشوية خل لمدة ساعتين. وهذا شكل العيش بيكون عقب التنقيع. عندي ماي يغلي حطيت مع الماي شوية ملح. بنضيف الحين العيش نطبخ العيش لمدة 6 دقائق بالضبط ونخلط بس مرة واحدة. عقب 6 دقائق بتلاحظون ان العيش استوى والحبة صارت طويلة وبناخذ تقريبا كوب من ماي السلق وبنحتفظ فيه وبنحطه على جنب. والحين بس بنصفي العيش بنكت كل الماي وبنرد نحط العيش في نفس الجدر ونطبخه على نار هادية. نضيف ملعقة من الزيت نضيف العيش في الجدر. شوفوا شلون نثري. نضيف الماي اللي احتفظنا فيه فوق العيش ونحط شوية زيت من فوق نغطي الجدر ونحطه على النار لمدة نص ساعة ل 45 دقيقة وعقب 45 دقيقة العيش بيكون جاهز. وهذه شكل العيش شوفوا شلون نثري لذيذ وشهي. جهز جهز كل شيء جهز. عندنا البتر تشيكن الكهني يمان يقولون انت اني اروحك شهر عشان ذي الطبخة بس ذي. لا انا احب الاكل الهندي محمود. خلنا نشوف نسويها كذي هاي سلو موشن. سلو موشن. يا سلام يا سلام تبخري. هاي البتر تشيكن احب ان نقدمه في هالصحن الحلو. هتشوفوا شلون لذيذ لونه حلو ولونه حتى ريحته محمود والريحة والطعم 100%. إذا تبون الخلطة تكون
مو بوايد غليظة وما تبينها تكون غليظة، تقدرين تزيدين ماي زيادة أو كريمة طبخ إذا بغيتها، بس أنا أقول ماي يخفف لكم، يكون أفضل يخفف لكم لأنه وايد صاير غليظ صراحة يعني. ولا غلطة لازم تقولين أولا لا أولا لا. شلون يقولون بالهندي إذا الطعام يعني أكل بوت حلو؟ بوت أتشاهي. بوت أتشاهي. انزل فحين يا إيمان، استعدي بتأكلين. يلا ما فيني صبر. وبتتغدين وبتتعشين كلها بهالطبق. أنت محمود تجهز الأكل، ترى أنا خلف الكواليس ناطرة بس أشوف الساعة متى بيجهز الطبق. لا لا تخافين، احنا سريعين والطبق بسرعة يجهز. شفتي شلون؟ ما يتسرين. ما أخذ وقت صراحة. ما أخذ يمكن ربع ساعة بالكثير. فحلو بتسوونه الحين على الفطور على السحور. السحور يمكن شوي صعب. يمكن شوي ثقيل يعني. بس أنا أقول هاي بس. الله. كفاية. الله. بس المتلاوة. وايد مهم إنكم تنظفون الصحن. وتتأكدون ان كل شيء منظف من برا من الداخل، تقديم لازم يكون مية مية. انزل فهذا الشكل. انا شو بسوي بس عشان يعني نعطي لون ونكسر الصفار اللي موجود. انت وايد تحب تهتم في طريقة التقديم والشكل النهائي حق الطبق. نضيف الكريمة مثل ما تشوفين. الله. وبس شكلك شكله وايد حطينه وايد زين. هاي العيش محسن وايد لذيذ، عندهم كذا حجم. يعني هاي اللي استخدمنا اليوم. الله. انزين فتشوفي شلون هاي كيسة فيها 5 كيلو، في بعد حجمين، في 10 وفي 15. ثلاث احجام مختلفة. ثلاث احجام، 5، 10، و15. احنا اليوم استعملنا الحجم 5 الصغير. 5 الصغير. وهذه كان طبقنا الحين يصير اذوقه. تفضلي يا اظن وايد وايد نطرت. اي وايد نطرتني وايد تسولف مع جربينا ويا العيش بعد. صار خاطري فيه الصراحه، يعني فيه ضبطنا جعوات وايد لذيذ وسبايسي حلو الصراحه. عليك بالعافيه. وهني وصلنا لنهاية طبقنا لليوم في الهند وجولتنا التذوقية في الهند. نمستي. نمستي. وخلصنا ونشوفكم إن شاء الله في حلقة أخرى. إن شاء الله. مع السلامة. باي.